محمد من الخبر، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. السلام. حياك الله يا طويل العمر، الله يجزيك خير، احبك في الله يا طويل العمر. نعم تفضل. الله يسلمك يا شيخ. صلاه التهجد بدايه رمضان هل هي صحيحه ولا لا؟ وهل هي سنه مهجوره؟ التراويح في اول الشهر في العشرين الأول التراويح، وإذا قام من آخر الليل وصلى ما تيسر له زيادة خير، ويكفي بالوتر الأول، وإن كان لم يوتر يوتر بعد تهجده في آخر الليل. المهم أن 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 الباب أن الأمر واسع ولله الحمد، والباب مفتوح لمن يريد الخير في ليالي رمضان أن يتهجد في آخر الليل، فإن أوتر في أول الليل بعد التراويح يكفي الوتر ولا يكرره، وإن لم يوتر فإنه يجعله في آخر الليل بعد التهجد. نعم طيب.